صلى الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة لها عادة أي دورتها 5 أيام، ففي الشهر رأت الدم قبل موعدها بيومين، وفي الشهر الثاني تأخر الدم يومين، فما الحكم؟ الحكم أنها تمشي مع الدم، ما دام نزل الدم فإن العادة قد بدأت، وإذا تأخرت يومين فإن الطهر لا يزال، فهي تمشي مع وجود الحيض وعدمه. نعم.